السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولوا حلوى المولد النبوي، ولكن لا ترتكبوا نفس الخطأ الذي يرتكبه الملايين من الناس عند تناوله. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت مسلم وتحب نبينا محمد، ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو. وإذا كنت قد تناولت حلوى المولد النبوي، اضغط لايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. دائما ما ترتبط المناسبات السعيدة في مصر، ولا سيما الدينية، منها بتناول طعام معين، والذي غالبا ما يسبب ضررا على الصحة العامة للإنسان، وقد يعرضه لمتاعب جسمية قد تهدد حياته في بعض الأحيان. وخلال الفترة الحالية يستعد المصريون للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والذي يشهد حرصا من جانبهم على شراء وتناول حلوى المولد، وذلك رغم المخاطر التي تهدد بعضهم من أصحاب عدد من الأمراض، إلا أن الحرص على العادات يتغلب على تجنب المتاعب الصحية. أولاً، المخاطرة الصحية. وفي هذا السياق قال أستاذ البطن والسكري بطب قصر العيني إن حلوى المولد النبوي واحدة من أخطر الحلويات على الصحة، وخاصة مرضى السكري، لاحتوائها على نسبة مرتفعة من السكر المركز. مطالب بالامتناع عن شراء العلب كبيرة الحجم والاكتفاء بقطع معينة لإحياء المناسبة. وأضاف أن تلك الحلوى ممنوعة على مرضى السمنة والسكر والكوليسترول والقلب، حيث يمكنهم تذوقها مرة واحدة فقط على مدار اليوم، موضحا أن الحلوى التي تعتمد على الحبوب بكثرة كالحمصية والفولية أقل ضررا من غيرها من الحلويات. ثانيا، تحذير طبي. لقد حذر عدد من أطباء التغذية من تناول كمية كبيرة من الحلوى، حيث أوضحوا إن صناعة حلاوة المولد النبوي تعتمد على استخدام نسبة كبيرة من السكريات التي تسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يشكل خطورة كبيرة على مرضى السكر، وقد يصل الأمر إلى تعرضهم للدخول في غيبوبة سكر، والتي تصل إلى حد الوفاة في بعض الأحيان. وأشاروا إلى أن الإكثار من تناول الحلوى يسبب ارتفاع في معدلات السمنة، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع مستوى الدهون والكوليسترول في الجسم. لذلك يجب الحد من تناول حلوى المولد وأن تكون الكمية معتدلة، لافتون إلى أن ضرر تناول حلوى المولد يتعلق بالكميات والحالة الصحية للشخص الذي يتناولها. وأوضح الأطباء إلى أن السكريات المتواجدة في حلاوة المولد تتحول إلى دهون تتراكم في جسم الإنسان، مما يسبب السمنة وزيادة الوزن بشكل كبير لما تحتويه من كم هائل من السكريات والسعرات الحرارية، مشيرة إلى أنه يجب تناول كمية كبيرة من الماء للتخلص من السكر الموجود في الجسم. ماذا نفعل لتجنب الأضرار؟ لمحاولة الخروج من ذكرى المولد النبوي وما تصحبه من تناول حلوى المولد بأخف في الأضرار، ألزم بعض أطباء التغذية بالالتزام بهذه النصائح حول طرق تناول الحلوى بشكل صحي، تمثلت فيما يلي: تناول قطعة واحدة من حلاوة المولد في اليوم الواحد، تقسيم القطعة إلى عدد من القطع الصغيرة وتناولها على فترات على مدار اليوم، التقليل من الوجبات الغذائية في ذلك اليوم، تناول الحلوى في الصباح لزيادة معدل الحرق في ذلك الوقت، عدم تناول حلاوة المولد ليلاً، ممارسة الرياضة بعد تناول قطعة الحلوى، تناول كم كبير من الماء للتخلص من السكر الموجود في الجسم. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكراً لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.